هل هيستشعر المواطن المصري نتيجة هذا الحوار الوطني فيما بعد؟ هو ده طبعا شق مهم جدا، لكن احنا مش عايزين نتكلم في حلول غير ملموسه. تمام. يعني انت النهارده في غلاء عالمي، ده مش حاجه في مصر، اللي بيحصل في العالم كله مطبق علينا وعلى غيرنا. يعني الاسعار، كل الحرب روسيا واوكرانيا والقمح والغلاء والكلام ده كله والحديد والاسعار اللي بتغلى، هل احنا اللي بنتحكم فيها؟ ما احنا بنستقبل زينا زي غيرنا زي دول تانية. هي النقطة بس ترشيد الاستهلاكات ديت وكيفية استخداماتها بطريقة منطقية من غير ما تحرم الناس من الأساسات بتاعت حياتهم. يعني عايزة برضو تفكير معين بالانطلاق في المشاريع الكبيرة، لما تقولي عندي 1.5 مليون و2 مليون فدان وابتدي نزرع القمح بتاعنا، يعني لازم نفكر على الفترة القصيرة القادمة. يعني مش عايزين نقول مثلا احنا بندرس على 20 سنة، لا، احنا عايزين ندرس على 3 سنين و5 سنين حد اقصى، لان الاساس احنا هنستفيد من اللي عمله الرئيس واللي موجود تحت ايدينا ونستفيد منه. يعني احنا مش هنبتدي نالف جديد، يعني احنا هنكمل في اللي هو عمله. فدي نقط كلها ممكن تحسن الاداء وحياه المواطن المصري مع شويه صبر. يعني احنا محتاجين برضو الناس يبقى عندهم تفاهم وترشيد شويه للموقف كله، ولما يبقى في فرصه. يعني احنا بنتكلم مشروع الشباب ده احنا ممكن نفعله في 3 اشهر اللي جايين. ليه؟ لان احنا بنطرح اسهم النو تايم في المحافظات كلها، افريقيا موجوده، الاحتياجات مطلوبه بره. يعني ممكن حضرتك من خلال ايه؟ يعني في منافذ معينه هي اللي هتطرح الاسهم ديت للشباب؟ انا شايف السوق ده عشان يمشي وينجح، انا شايف ان الرئيس هو يعني يقدر يشكل هيئه استشاريه يختارها بما اللي هو شايفهم كواليفايد، يعني يخش في هذا الموضوع، والهيئه دي تعمل علاقه مباشره مع مثلا 27 محافظه مع المحافظين، ونطرح الاسهم في كل محافظه. تمام. ونشوف الورق ازاي، لغايه لما نجمع في شهر وشهرين عدد الاسهم 5 مليون سهم اللي احنا عايزينهم اللي هتباعوا، دول يمثلوا 50 مليار جنيه في 5 سنين بالمبلغ اللي قلت عليه. يعني كل سنه لو قصناها على 5 سنين يبقى كل سنه في 10 مليار بيجوا. 10 مليار لا استلفنا من بنوك واستخدمنا الاموال الداخليه وعملنا الانجاحات بتاعتنا بهذا الاسلوب. تيجي بقى التدريب والتثقيف، لازم ندربهم على احسن طريقه تصنيع واحسن منتج يتصدر ازاي عشان يتباع كويس. عايزين المنتجات اللي هي تنافس السوق الاوروبي وتبقى اسعارها نص الاسعار، فنقدر نبيع ونعمل نخش في نظام المقايضات. يعني احنا نقدر مثلا نبعت بضاعه وناخد قصادها مثلا في افريقيا في لحوم في خرفان في حاجات رخيصه جدا، ونقدر نعمل مجازر هناك ونجيب الطياره تطلع 10 طيارات طالعين ب 400 طن يرجعوا ب 400 طن لحمه، هيبقى الكيلو ب 20 جنيه. يعني في حاجات ممكن نفكر فيها. يعني انا بتكلم بفكر موجود بس عايز الاليات والناس تساعد حضرتك على تنفيذ هذه المهام دي كلها. طبعا يعني ده المطلوب النهارده الفتره ديت، واعتقد ان احنا هنوصل لحاجه كده، لان انا شايف ان يعني انا ببص لها بصه سياسيه اكتر. ببص ان النهارده فعلا في استهداف للبلد. الاتحاد الاوروبي عندك 37 دوله ولا حاجه واخدين مواقف ضدنا. امريكا النهارده رئيس بايدن بيتكلم على حقوق الانسان، وممكن دي هي المدخل بتاع الناس دي كلها للدخول للضغط على مصر. وطبعا يعني احنا مش هنسمح بهذا الكلام بسهوله، لكن في نفس الوقت ما انت مش هتحاربي العالم كله، انت لازم تعملي مواءمات معينه وتتحركي وتبقى عندك اعتماد على نفسك وحاجات كتيره جدا. فطبعا الكلام اللي بيحصل بتطلب ان احنا يبقى تفكيرنا مختلف شويه، ويبقى في ترابط بيننا وتكاتف بيننا جامد جدا، ونقف فعلا مع الدوله ومع الرئيس عشان نعدي الازمه، لان احنا مستهدفين فعلا. فانا شايف ان في حلول فعلا، وفي ناس عندها حب الوطن بعمق، وفي ناس احنا قارينهم.